هل يصلح الفن ما تفسده السياسة؟ الجواب نعم، أقله في مسرحية حب وحرب على السطح. 16 شاباً من جبل محسن وباب التبانه فتحوا النار على بعضهم في جولات دموية بالأمس، نراهم يجتمعون اليوم في أول عمل مسرحي تمثيلي لهم، إنتاج جمعية مارش، كتابة وإخراج لوسيان بورجيلي. اللي عملوا فريق عمل مارش إنه بعد فترة قصيرة من سكوت البواريد بطرابلس طلعنا على جبل محسن وباب التبانه والقبة وجمعنا 16 شاب وصبية من المناطق اللي بنسمع عنهم غير أخبار الاشتباكات. شفنا كتير شباب وصبايا، عملنا كتير كاستنج، بس آخر شيء نقينا 16 شاب وصبية يلي هن أكتريتهم موقفين المدرسة بكير، أكتريتهم مشاركين بعمل العنف وكلهم ما بيشتغلوا. جمعناهم اشتغلنا معهم ومع الكاتب والمخرج لوسيان بورجيلي على مسرحية فكاهية مستوحى من حياتهم. أنا اللي حاولت إنه أكتب شيء هن يلي حيحبوا يمثلوه، يلي هو الشيء يلي له علاقة بحياتهم، يلي هو شيء بيعبر عن واقعهم اليومي، بس بنفس الوقت حبيت أكتب شيء له علاقة بالمسرح كمان، لأنه هو المسرح يلي عم بيجمع، هو النوع الفن الوحيد يلي أول شيء فيه دائماً تواصل، وضروري كل الأشخاص يلي عم بيتعاملوا فيه يكونوا كتير عم بيتعاونوا مع بعض تقدروا يعملوا، مش بس جسدياً بس كمان فكرياً. مش هيك، من هون المسرح وعالم المسرح التقى مع عالم باب التبانه وجبل محسن وخلقوا هالمسرحية. هيدا المنبر اللي خلقناه لهم اياه خليناه انه هن يرتاحوا، نحن قلنا لهم انه هالمسرحيه مستوحيه من حياتهم، فهن اضطروا يخبروا قصصهم، ولما خبروا قصصهم اكتشفوا انه هن بيشبهوا بعض، انه هن عايشين بنفس المأساة بنفس التعاسة، هن بيحبوا بنفس الطريقه، هن بيزعلوا بنفس الطريقه، هن كل واحد مثلهم عالم، كل واحد صار معهم مشاكل، فكونهم اكتشفوا انه هن مثل بعض صاروا ينتبهوا انه المشكله منا ضد بعض، المشكلة هي غير محل. شوبك والبحر ما يطفي لك لا. شو هذا؟ أنا طلبت منك غنية راب، تجي تغني العريس والعروس بالمطعم، بطحة وعرق. وقت أخذت فترة لأكتب المسرحية، بهالفترة أكثر شيء تذكرته هو لحظات الضحك والتسلية اللي كانوا يجتمعوا يعملوها سوا، بحبيت أكيد إنه هذا الشيء يكون موضوع المسرحية، يكون كوميدي مش تراجيدي، بس بالأخير هي المسرحية تراجيدية من جوا بس من برا كوميدية، يعني البرانة كوميدي تبعها بس أكيد المغزى والقصة اللي عم بتصير جوات القصة هي قصة تراجيدية اللي هي قصة علي وعائشة. علي؟ شو عم تعمل؟ وطي راسك بتوضيش. صابوا من عمك. ايه عرفت، بس شبك ليش خايف هلأ؟ لا بعتقد انه خايك مفكرني ان انا اللي قتلته. اكيد انه مفكر هيك، بس شبك حش خايف، ما في شي عادي. بس ليش حسك عم لك تصابوا من عمك انه عادي انت فيك زعلانة؟ لك اكيد زعلانة، بس انه بدون يجوزوني ايه خصد لعندي، شو بعمل يعني؟ انت ما بتحبي؟ نعم؟ انت ما بتحبي؟ معقولة بعد كل هيدا عم تسألني هيدا السؤال؟ ليش ما بتحبي؟ ليش ما بتعرف انه انا بحبك لإلك؟ عم تسألني هيدا السؤال معقول؟ ما بتعرفي انه انا كمان بحبك يعني؟ إذن 16 شاباً وشابة التقوا على عمل يناقشون فيه مقاربة طرابلسية لقصة روميو وجولييت تحت عنوان علي وعائشة، وهما على غرار القصة العالمية ينتميان إلى عائلتين تعيشان تاريخاً طويلاً من النزاعات. ماذا يقول شباب باب التبانة وجبل محسن عن الصلح الفني، وهل سينسحب على واقعهم وأهلهم أيضاً؟ أنا أول ما قالوا لي ما كنت موافق، ما حبيت شارك. قالوا لي إنه في معك شباب من جبل محسن، ما حبيت أنا شارك. نحن لما التقينا ببعض أول شيء كنا إنه نعتل هم بعض، إنه هلا هيدا بده يغلط شيء نحن مثلا ما نقدر نسكت له، أو هو نحن نغلط نصير مثلا شيء بيناتنا. يعني نحن كنا نخوف ننزل لعندهم، هن يخوفوا يطلعوا لعنا، ولما اجتمعنا يعني نحن أول ما اجتمعنا كنا خيفونين من بعض. لما نزلت أول يوم وثاني يوم قد شي تاني، قد شباب كتير طيبين، كتير قويدين، كتير حبوبين، فقررت كفي معهم. مظلومين مثلنا ومعترين مثلنا، احنا اول شي كنا مفكرين انه والله اذا بدهم يعرفوا فلان من الجبل خلص هيدا حلل وذبحوا،
حللوا دمه. احنا عنا هلا مثلا اول ما اجتمعنا عنا هلا بس نروح بدنا نتقتل على الطريق، بس والله طلعوا شباب طيبين واخواتنا واكثر من اخواتنا. تفكيري عن الاول قد غير كثير. يعني هلا انا ليش بدي مثلا حرب جبل محسن؟ ليش؟ لشو؟ شو الفايده منه؟ اثنيناتنا عم نتاذى، اثنيناتنا نفس الوجع عنا، اثنيناتنا نفس المشكله، شغل ما في، مصروف في البيت ما في، عشو بدنا نرجع؟ عم نخرب منطقتنا كرمال حدا هدف سياسي؟ انا من اللبه وقب النص، يعني كنت ضحيه بين اثنين اللي هي جبل محسن وباب التبينه. يومتا بتحسي انه المشاكل لما بتكتر لا فيك تروحي محل، لا فيك تعملي شيء، بتعتلي هم رفقاتك اللي كانوا بباب التبينه او بتعتلي هم رفقاتك اللي كانوا بجبل محسن، بيتربطوا ايديك ورجليك وبقى فيك تعمل شيء. بالليل بتسمعي صوت القذائف من هون، صوت الرصاص من هون، يعني ما بدك تلومي حدا، ما بتعرفي على مين السبب، ما عم يروح الا البريق. انا بدي اقول لابي وامي واخواتي وجوري وابن عمي واهلي كلهم انه جبل محسن اللي عملناه نحن كان دمار، واللي عملوه هن فينا كان كلياته دمار. بقول لاهلي بباب التبينه من اول شيء من ابي وباقي العالم كلياتها، بكفي تظلموا حالكم بهالعنف يلي عم تعملوه حقنا نحن الاولاد، لانه نحن اللي عم نتاذى اكثر شيء، بعدين بحقكم انتم، لانه انتم دمرتوا حالكم، دمرتوا معيشتكم، دمرتوا مستقبلكم، دمرتوا مستقبلنا نحن، اللي يعني نحن صرنا الضحيه هلا، ما حدا غيرنا. يعني هذا الشيء اللي صار واللي هيدا، يعني انا بقولها ما بستاهل، انا بقولها علنا، كله هيدا من وراء كله السياسيين، السياسيين طلعوا من هالجو كليته، ونحن كلنا نحن جبل محسن باب التبينه كليتهم بألف خير، وكليتنا اهلي وصحبي واحبابي. بقول له انه خلنا نكون كلياتنا ايد وحده، وجبل وتبيني قصه معارك ننساها، بدنا نكون نحن كلياتنا اهل. اني ارجع للقتال لا، او ارجع ل حلقات العنف انا لا، ما بشارك. جعل اعداء الامس اصدقاء اليوم كان احد ابرز اهداف جمعيه مارش من وراء هذا العمل، فالى اي مدى نجحت في ردم الهوة؟ في كتير عالم قالوا لنا أصلاً قبل ما نبلش عم تضيع وقتكم وليش عم تعملوا هيك، بس آخر تبدأ أنا كتير فخورة أنه بالعكس هالمشروع نجح، وهالشباب عن جد عن جد بالعكس الفضل بيروح أكتر شيء لإلهم، مش 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 لإلنا، لأنه هن اللي حققوا هيدا الشيء، وهن اللي تعلموا التمثيل، وهن اللي صاروا أصدقاء، وهن هلأ اللي عم بيروجوا هالرسالة. لو هن ولو هن مش عم بيروجوها نحن ما بنكون عملنا شيء. نحن وقت عرضنا بطرابلس مثلا كان في 300 شخص من باب التبينه، 300 شخص من جبل محسن، وكانوا قاعدين بالجمهور عم بيحضروا، ومثل ما الشباب قاعدين وعم بيمثلوا قدامهم كانوا مختلطين على المسرح مثل مختلط الجمهور، وكان التفاعل كمان مختلط، وكان الزقيف مختلط، وكان الضحك مختلط، وكانوا كلهم مع بعضهم عم بيزقفوا ويضحكوا ويتفاعلوا على مسرحيه خلقوها الشباب. يعني هون ببين قد ايه المسرحيه كان عندها صدى ايجابي، لانه نتصالح مع بعض ونحكي بهالاشياء اللي ما بنحكي فيها كل يوم، ونلتقى بمكان واحد لنحكي فيها واللي هو المسرح. هيدي رساله للمسؤولين، طالما المقاربه للمشكله منا اقتصادية، منا تنموية، منا تربوية، المشكلة رح تضل موجودة. ما حدا يجرب يقنعنا المشكلة بطرابلس هي من وراء طائفية ولا من وراء تعصب، وانه شباب طرابلس متعصبين واصولية. هيدا الشيء نحن اختبرناه، هيدا الشيء منه مزبوط ابدا. رسالة تانية عم جرب نوصلها كمان لبقية شباب بلبنان، انه الاخر في يكون مثلك ضحية الظروف، بقى لحالنا نحط على جنب احكامنا المسبقة وانطباعاتنا المشوهة عن الاخر. للأسف وين ما السياسة كتير مرات عم تعمل تحريض على الكراهية وعلى الطائفية، هالمسرحية هي تحريض على المواطنة، وهيدا أنا كتير بفتخر فيه وبفتخر أقول. حب وحرب على السطح، مسرحية رائعة، وتهنئة كبيرة من إنتاج مارش، هيدي الجمعية اللي عم تهتم هالقد بمتابعة أشخاص عانوا مثل هالمنطقتين جبل محسن والتبانة. إن شاء الله ما منشوف أي مشاكل إلا على خشبة المسرح لتكون فقط للإتعاظ.